مشاهدينا مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول. أسعار اليورو قد انخفضت في الجلسة الأسيوية وتراجعت أيضا نهاية الأسبوع الماضي في الجلسة الأمريكية، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها تقريبا في أسبوعين الأسبوع الماضي. يأتي هذا التراجع في ظل تعافي الدولار مقابل العملات الرئيسية على الرغم من تضارب بيانات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث كان هناك مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي ارتفع خلال شهر سبتمبر بنسبة 0.5%، ولكنها كانت أقل من التوقعات التي جاءت عند 0.6%، ولكنها أفضل من القراءة الشهر الأسبق عند 0.4%، وهذا بالتزامن مع صدور مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التي ارتفعت إلى مستويات مرتفعة في أكثر من عامين. وطبعا مبيعات التجزئة تمثل نصف الإنفاق الاستهلاكي أو ثلثين من الناتج المحلي الإجمالي. جاءت ارتفاع مبيعات التجزئة 1.6% خلال شهر سبتمبر، وهي وتيرة الأكبر منذ عام 2015، وكانت القراءة السابقة أشارت عند تراجع 0.1%، أما التوقعات فجاءت عند 1.7، لذلك كانت بعض الشيء أقل من التوقعات، ولكنها قراءة جيدة على الاقتصاد في الولايات المتحدة. وارتفعت المشتريات في وكالات السيارات 3.6%، وهو الارتفاع الأكبر منذ تقريبا آذار من عام 2015. وأيضا في الولايات المتحدة ارتفع التضخم خلال الشهر الماضي مع تزايد أسعار الطاقة على خلفية الأعاصير، وزاد من تكلفة المعيشة وزاد من ارتفاع مستويات التضخم. في التحليل التقني المتوسط المتحرك حاليا يحمل الأسعار نتوقع أن يلتقي مع السعر ليعطي دفعة إيجابية. ننتظر اليوم في المنطقة الأوروبية مؤشر لميزان التجاري في أوروبا، حيث نتوقع أن يكون هناك فائض. التحسنات التي منيت بها أسعار الباوند نهاية الأسبوع طيلة الأسبوع الماضي جاءت طبعا بعد تقرير نشر في صحيفة ألمانية أكد على إمكانية أن تمتد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة عامين، وهذا الأمر خفف من التوترات وأعطى بعض الوقت للطرفين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للمزيد من المحادثات، حيث أن كانت وصلت المحادثات الخامسة في بريطانيا إلى طريق مسدودة. كبعض التداولات حاليا العرضية عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38%، أي 1.32 تقريبا. المتوسط المتحرك حاليا يلتقي مع الأسعار يعطينا دفعة إيجابية. مؤشر ستوكاستيك يعطينا بعض الضغط السلبي لأنه يصل إلى مستويات 20، لذلك حاليا يضغط سلبا على أسعار الباوند. مؤشر ماكدي يعطينا بعض الإشارات الإيجابية. في الانتقال إلى أسعار الذهب، كانت هناك تداولات جيدة لأسعار الذهب الأسبوع الماضي، ولكنها عادت وتراجعت في التداولات الآسيوية اليوم على خلفية انتعاش الدولار وتعودة احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، طبعا بعدما جاءت البيانات متضاربة إلى جيدة. أتكلم عن أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ولكن يعود ويلتقي الذهب بالدعم لأن هناك توترات سياسية سلبية تدعم الذهب في الارتفاع. في الانتقال إلى أسعار النفط، أعلى مستوياته للنفط تقريبا في أسبوعين، وذلك بعد أن وجد دعم من التوترات السياسية مع تزايد احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة في طريقها إلى فرض عقوبات جديدة بسبب هذا البرنامج النووي من إيران. هذه الأمور زادت من الدعم لأسعار النفط على نفط الخام. وأيضا كان هناك تقرير للحفارات في الولايات المتحدة والتي انخفضت نهاية الأسبوع الماضي، وهذا دعم أيضا أسعار النفط لتصل إلى مستويات مرتفعة عند 52.14 دولار للبرميل. في الأجندة الاقتصادية كما أشرت، ننتظر اليوم الميزان التجاري في أوروبا، وغدا ننتظر في بريطانيا مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، وكذلك ننتظر في أوروبا مؤشر أسعار المستهلكين، وفي الولايات المتحدة ننتظر نهار الثلاثاء مؤشر أسعار الصادرات والواردات.